أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول أكد أن الفراعنة في جاهزية تامة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي هتقام في كوت ديفوار الشهر الجاري، وأن المنتخب هيسافر النهاردة لكوت ديفوار بعد ما يخوض ميران صباحي في العاصمة الإدارية الجديدة. الاتحاد السكندري حقق فوز غالي على مودرن فيوتشر بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس الرابطة ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة. فريق بلدية المحلة نجح في الفوز على سموحة بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة باستاد غزل المحلة. وفريق الداخلية حقق الفوز على فريق الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم باستاد السلام في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة ليحصد الداخلية أول 3 نقاط في دور المجموعات. أمير توفيق مدير العلاقات بالنادي الأهلي أعلن أنه تم الاتفاق مع الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية ليكون أول صفقات للفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي. ورابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت التصنيف العالمي للاعبين في الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري. واصل نجوم السكواش المصري علي فرج لاعب وادي دجلة ونور الشربيني لاعبة سبورتينج هيمنتهما على صدارة التصنيف العالمي، وذلك مع بداية عام 2024 ليحافظا على تفوق الفراعنة. منتخب موزمبيق اتعادل مع بوتسوانا بنتيجة 1-1، وده في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب ساكر سيتي في جنوب أفريقيا ضمن استعدادات موزمبيق لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية واللي هتقام في كوت ديفوار، وهيستهلها بمواجهة منتخب مصر في افتتاح مباريات الفريقين بالمسابقة القارية يوم 14 يناير الجاري. منتخب نيجيريا سقط أمام المنتخب الغيني بنتيجة 2-0 في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 واللي هتنطلق يوم 13 يناير في كوت ديفوار وتستمر لحد 11 فبراير المقبل. أعلن شير هداف الدوري الإنجليزي الممتاز التاريخي كشف عن التشكيل المثالي للبريمير ليج في منتصف الموسم، وتواجد فيه طبعا الدولي المصري محمد صلاح بعد صدارته جدول ترتيب هداف البطولة برصيد 14 هدف. وكده خلصت نشرتنا الرياضية، ونعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر مع شاذلي ومنى. شكرا لك يا هلا.